كنت انا بغني في مكان مالها ليل يعني. وبعدين قابلت الحاج مصطفى زغلول الله يرحمه، كان بيجي لي مخصوص وانا ولا حاجه لسه، اللي كان بينتج الحسن الاسمر الله يرحمه، وقال لي وادي خالد انا هنتج لك البوم. وعملت بقى من وجهه نظري الاغاني بقى اللي هي كلاسيك والبتاع. قال لي بقول لك ايه، الاغاني دي حلوه زي الفل بس انت ما عندكش هيد يا معلم. جالي واحد في الشركه بتدور بقى على الاغنيه الخطيره دي، قاعد اسمع بقى الغنوه دي وبتاع بالعود كده ومش عارف يغني ولا بتاع، شكا حكا. قلت انا نهار اسود انا اغني ده؟ قال لي بص هي دي اللي هتكسر الدنيا. كنت داخل اغني الغنوه دي وانا بدمع بعد كل اللي انا وغنيت غربي وغنيت كلاسيكيه تقيله قوي. طلعت ولا نزلت في الالبوم ده؟ لكن طبعا طلعت غلطان. انا شكا حكا بكا دي بقولها لحد النهارده.